مراحل ابنائي وبناتي طلبه وطالبات المرحله الابتدائيه الصف الثالث الابتدائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنخلص خالص منهج اللغه العربيه. اخذنا حي الاشجار ومعرض المدرسه وشرحنا كمان نشيد لغه الفصحى. دخلنا على الوحده الثانيه، اخذنا كمان ايه الطفل والسحابه والبلبل والملك، وبعد كده النشيد بتاع مصر او مصر، وبعد كده دخلنا على الوحده الاخيره شرحناها. شرحنا قبل كده درس جميل اسمه شجره القط، وبعد كده شرحنا النشيد الاخير خالص اسمه جيل الايه، جيل المستقبل. النهارده ان شاء الله هننهي الدرس خالص او المنهج خالص بدرس جميل جدا اسمه الاديب الايه، الاديب الصغير. الاديب الصغير باختصار بيقول اقام قصر ثقافه القريه مسابقه في القصه القصيره للصغار. ماذا اقام قصر ثقافه القريه؟ مسابقه في القصه القصيره للصغار. ما الذي اقام مسابقة في القصة القصيرة للصغار؟ هو قصر ثقافة الايه؟ قصر ثقافة القرية. جمع ثقافة ايه؟ ثقافات. وجمع قصر قصور. وعكس الصغار يا تؤى الكبار. ماشي. وعكس وجمع القصير الايه؟ القصار. طيب عندنا شارك باسم في المسابقة وفاز بالمركز الأول. ما المركز الذي حصل عليه باسم يا يوسف؟ هو المركز الأول، هو المركز الأول. طيب كرم قصر ثقافة الثقافة باسما وفي حفل توزيع الجوائز، مفرد جوائز إيه؟ جائزة. مفرد جوائز جائزة، مفرد جوائز جائزة. وفي حفل توزيع الجوائز القصة وقف ليستلم جائزته، من الذي وقف ليستلم جائزته؟ باسم. ثم أخذ يحكي، يحكي يعني يروي أو يقص قصته. قال إيه بقى؟ وهو في الثالثة من عمره كانت جدته تحكي له القصص أو تروي له قصص. كان ينصت للحكايات، مفرد حكايات؟ حكايات. من التي كانت تروي له الحكايات؟ جدته. جدة مين؟ باسم. وكان يشاهد القصص المصورة التي كانت تشتريها له أمه. ما هي وظيفة أمه أو ما هو دور أم باسم في هذه القصة أو في تنمية هذه الموهبة؟ أنها كانت تحكي له أو تشتري له القصص المصورة. يبقى جدته كانت تروي له قصص، أما أمه كانت تشتري له القصص المصورة. ده في الثالثة، كل ده وهو عنده 3 سنين أو 3 سنوات. في الرابعة بقى كانت أمه تحكي له حكايات ناقصة وهو إيه؟ وهو يكملها. ما أروع تلك الأيام، ده أسلوب إيه؟ تعجب. ما أروع تلك الأيام أسلوب تعجب، مفرد أيام إيه؟ ليه هو قال ما أروع تلك الأيام؟ ليه تلك؟ لأن تلك ديت للإيه؟ للإشارة للإيه؟ للبعيد. ما أروع تلك الأيام، هو كبر دلوقتي وعنده 7 سنوات، ففي فرق ما بين 3 سنوات وسبع سنوات، يعني 4 سنوات عدتم. فبيقول ما أروع تلك الأيام. أروع يعني إيه؟ أجمل. عكسها إيه؟ أكبر. يبقى هو ده كده. في الرابعة كانت أمه تحكي له قصص الناقصة وهو يكملها. يبقى في الثالثة جدته تحكي له تروي له قصص والحكايات. وكانت أمه يا محمد يا فوزي كانت أمه تشتري له القصص المصورة. في الرابعة بقى وهو عنده 4 سنوات كانت أمه تحكي له قصص الإيه؟ المصورة. لا. إيه كانت تحكي له القصص الناقصة ويكملها. في السابعة بقى وهو عنده 7 سنوات كان يقرأ القصص المكتوبة ويشارك أصدقائه في تمثيلها. في شهر يناير من كل عام كان يذهب مع أسرته إلى معرض الكتاب لشراء حاجات كتير. إيه هما الحاجات دول بقى؟ كان بيشتري الكتب والأقراص المدمجة والقصص. كان بيشتري إيه بقى؟ القصص والكتب والأقراص الإيه؟ المدمجة. الأقراص المدمجة اللي هي الأسطوانات، يعني الأسطوانات بتاعت الكمبيوتر دي كان بيبقى عليها قصص برضه كان بيشوفها. طيب ماذا كانت تفعل الجدة مع باسم؟ كانت تحكي له الايه؟ القصص او الحكايات. ماذا كان باسم يفعل وهو في الرابعة من عمره؟ كان ينصت باهتمام لجدته وتحكي له قصص، وكان يشاهد القصص الايه؟ المصورة. من التي اشترت لباسم القصص؟ أمه. انا عايز اصدقائنا يشاركونا كمان، من التي اشترت لباسم القصص؟ برافو عليكم، امه هي التي اشترت له القصص. متى كان باسم يقرا القصص المكتوبه؟ كان بيقرا القصص المكتوبه وهو في سن الايه؟ السابعه. ومن الذي كان يشاركهم في تمثيلها؟ اصدقاء. برافو. لماذا ذهب باسم الى معرض الكتب؟ ليشتري ايه بقى؟ القصص. القصص والكتب والاقراص. كبرت وكبرت احلامي، باسم اللي بيتكلم عن نفسه، وكتبت قصه قصيره. الله، شوف الولد لما تربى على قراءة القصص وتمثيل القصص، بدأ لما بدأ يكبر وكبرت أحلامه بدأ يكتب هو قصص قصيرة.
شجعني أبي وأمي وكمان معلم اللغة العربية. من الذي شجع بس؟ أبوه وأمه معلم اللغة العربية. كيف شجعه معلم اللغة العربية؟ أنه نشر له القصص على مجلة الإيه؟ الحائط بالمدرسة. أخبرني جد عن مسابقة لأفضل قصة يكتبها أدباء صغار. مفرد أدباء إيه؟ جمع مفرد صغار؟ صغير. شجعتني أسرتي لأشترك في المسابقة، أسرته شجعته عشان يشترك في المسابقة، وقد اتصل بي قصر ثقافة القرية وأخبرني أنني حصلت على المركز الأول. الله، شوفوا الاجتهاد، شوفوا الولد إصراره وعزمته والموهبة اللي عنده كان بينميها إزاي. يا واد يا مصطفى، صفق الجميع عندما حصل على المركز الأول، وصفقت بسمة كثيرا لأخيها باسم، وده دليل على حب بسمة لمين؟ لأخيها باسم. ما المسابقة التي شارك فيها باسم؟ المسابقة التي شارك فيها باسم هي مسابقة لأفضل قصة يكتبها أدباء إيه؟ صغار. يا بنتي يا سلمى، صفقت باسم وصفق الجميع وصفقت بسمة كثيرا لأخيها إيه؟ باسم. عايزين بعد الشرح اللي احنا شرحناه دوت، الشرح السريع ده، هنبدأ نشوف ونفكر في الأسئلة الجميلة اللي عندنا، اللي هي أسئلة على الدرس نفسه، وكمان في قطعة قراءة متحررة هنكتبها ونحلها مع بعض. يوسف أقام قصر ثقافة القرية مسابقة في القصة القصيرة للصغار، وشارك باسم في المسابقة وفاز بالمركز الأول. جمع قصر إيه يا يوسف؟ برافو عليك، جمع قصر قصور. جمع قصر قصور، يا ريت أصدقائنا يركزوا معانا ويحلوا معانا ويشوفوا كده الأسئلة. مضاد صغار عكس صغار؟ الكبار. كبار بس، طالما هو مفيش ألف ولام هنا، صغار تبقى كبار، لو قال صغار تبقى الكبار، يبقى عكس صغار، عكس صغار مضاد صغار كبار. طيب عايزين كلمة من القطعة من السطر ونص دول يا يوسف فيها تاء مربوطة. ثقافة. ثقافته. ثقافته فيها تاء مربوطة، يعني تاء مربوطة يعني في عليها تاء، عليها نقطتين كده. وفي القرية وفي مسابقة وقصة القصيرة، ده كلمات كتيرة جدا. طيب عايزين ألف ولام قمرية يا مسابقة. المسابقة، ألف ولام قمرية يعني بننطقها وبنكتبها، تنطق وتكتب المسابقة. طيب ماذا أقام قصر ثقافة القرية يا جنى؟ قصر الصغار. أقام قصر ثقافة القرية، يبقى هنجاوبها المفروض إجابة كاملة، إنه نقول أقام قصر ثقافة القرية مسابقة في القصة القصيرة للصغار. أقام قصر ثقافة القرية مسابقة في القصة القصيرة للصغار. القصة القصيرة للصغار، حتى انتوا كنتوا بتقولوها كده، أقام قصر ثقافة القرية مسابقة في قصة قصيرة للصغار، في قصة قصيرة للصغار. مين اللي عليه الدور؟ البنوتة رودينا. قولي يا رودينا، ده التدريبات البسيطة، آخر تدريب، ما المركز الذي حصل عليه باسم؟ إيه المركز اللي حصل عليه باسم؟ المركز الأول. برافو، يبقى هنعمل كده هوت، نقول المركز الذي حصل عليه باسم هو المركز الإيه؟ المركز الأول. طيب شادي تلميذ المجتهد يحب مدرسته وهو متفوق يشارك في الأنشطة المدرسية، يشجعه والده ووالدته ووالدته. ولد اسمه شادي، ولد تلميذ مجتهد محترم زيكم كده ومتفوق، بيشارك في الأنشطة المدرسية، في الإذاعة، في الرياضة، أي نشاط مدرسي بيشارك فيه، وبيشجعه من الذي يشجعه والده ووالدته على ممارسة الرياضة بجانب دراسته، وهو يهوى القراءة. يهوى يعني إيه؟ يحب القراءة وكرة القدم. مين اللي عليه الدور؟ البت إريني. مضاد يجب، مضاد يحب ايه؟ يكره ولا يعشق ولا يجتهد؟ برافو، يحب او يهوى، عكسها يكره. نعملها كده ونكتبها يكره. السؤال اللي بعده، مفرد أنشطة. برافو عليكي، مفرد أنشطة النشاط. الأنشطة هي مكتوبة عندكم كده، الأنشطة نكتبها النشاط. السؤال اللي بعده، شادي يشترك في الأنشطة المدرسية، صح ولا خطأ؟ صح، يشترك في الأنشطة المدرسية فعلا. شادي يكره المدرسة؟ غلط. شادي اهي يحب مدرسة او يهوى مدرسة، يبقى خطأ. اخر سؤال، ماذا يهوى شادي يا مصطفى؟ بيهوى الايه؟ يهوى يبقى يهوى شادي. ها يهوى شادي ايه؟ القراءة وكرة. برافو عليك، القراءة وكرة القدم. يبقى يهوى شادي القراءة، مكتوب عندك في القطعة حبيبي، القراءة وكرة القدم.
ده باختصار شديد الدرس الجميل بتاع الاديب الصغير. وان شاء الله بعد كده هنعمل مراجعه للوحده الثانيه. احنا عملنا مراجعه للوحده الاولى، هنعمل مراجعه للوحده الثانيه ومراجعه للوحده الثالثه، وبعد كده هنعمل مراجعه على المنهج ككل في الاجزاء بتاعته. كده خلص الدرس الجميل بتاعنا. طبتم في رعايه الله وحفظه وامنه، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.